وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا فضيلة الشيخ الله يكرمك. جزاك الله خير. من كان صائما تطوع واكل او شرب ناسياً يتم صومه. ونجمد نفسه مستحلم برضه يغتسل ويتم صومه. المستحلم ماذا تقصد؟ النائم والذي احتلم وهو نائم؟ ايوه يا سيدي. يتم صومه لا شيء عليه. الله يكرمك يا شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. السلام عليكم.